شعار مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد. ينضم إلي من هناك مفد قناة ليبيا الحدث خليل البرغثي عبر الهواء مباشرة. نرحب بك بداية خليل. نعم زميلي أحمد، أرحب بك وبكافة السادة المشاهدين. أنا الآن داخل العاصمة المصرية القاهرة رفقة وفد مشايخ وحكماء وعيان القبائل الليبية الذي وصل إلى العاصمة المصرية صباح هذا اليوم لعقد ملتقى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كان هذا الملتقى جامع لكافة القبائل الليبية في الشرق والغرب والجنوب وأيضا المنطقة الوسطى وممثلا لكافة أطياف الشعب الليبي. فضلا عن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان هناك حضور لرئيس الأركان المصري وأيضا رئيس الوزراء ووزير الخارجية. تم مناقشة والاتفاق على العديد من البنود والنقاط الهامة، أبرزها رفض التدخل التركي السافر في الشأن الليبي جملة وتفصيلة، والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات أو ميليشيات الوفاق رفقة الميليشيات أو المرتزقة السوريين واليمنيين في الأراضي الليبية وتهجيرها للعديد من المدن الليبية، والانتهاكات التي ارتكبتها في هذه المدن من حرق للمنازل والمتاجر وأيضا حرق لأرزاق وممتلكات المواطنين وحرق حتى المقابر، والتأكيد على تدوين هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب وإرسالها إلى منظمة هيومن رايتس واتش وأيضا إرسال نسخ من هذه القضايا إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة حيالها. وأيضا تم الاتفاق أو التأكيد على أن الأمن القومي المصري هو امتداد للأمن القومي الليبي، وأن مصير الشعبين هو مصير واحد والهدف واحد، وأن أي مساس بالخطوط الحمراء التي تم التأكيد عليها في الملتقى المسبق في سيدي براني يعتبر مساس بالأمن القومي للشعبين، وفي نعم. هذه الحالة سيتم نعم الإعلان عن ترتيبات عسكرية نعم خليل قوية وحازمة. مفد قناتنا إلى القاهرة كنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك، أشكرك على الإدلاء بكل هذه التفاصيل.